ليست إسرائيل وحدها من يواجه ضغوطا ثقيلة من الشارع الإسرائيلي والمجتمع الدولي، فأحجم الانتهاكات التي ترتكبها تل أبيب في غزة سببت حرجا كبيرا لجميع الأوساط الدبلوماسية الداعمة للحرب في القطاع. الانتهاكات الإنسانية ما يزال صداها يهز أروقة السياسة الأمريكية، محدثة تصدعات في قلب الحزب الديمقراطي الذي يمثله الرئيس جو بايدن، في وقت تكون فيه الإدارة الأمريكية أحوج ما يكون إلى استقرار يمكنها من تسيير الانتخابات القادمة لصالحها. 12 استقالة لمسؤولين من الحزب الديمقراطي وجهت صفعة قوية لبايدن هنا بسبب سياسته تجاه إسرائيل، كشفت أن الإدارة الأمريكية ليست على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالحرب في غزة. بيان حمل عنوان الخدمة في المعارضة أعده المسؤولون المستقلون أكدوا خلاله أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الحرب في غزة فاشلة وتهدد الأمن القومي الأمريكي، في إشارة إلى أن الدعم الدبلوماسي الأمريكي وتدفق الأسلحة إلى إسرائيل يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة وانتهاكا للقوانين الدولية وأيضا للقانون الأمريكي، كما أن ذلك يؤثر على مصداقية واشنطن في علاقاتها مع دول المنطقة العربية. قبل أن يختتم البيان أو يختتم بدعوة لاستخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء الحرب فورا وتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، البيان الذي لم يحظى برد من إدارة البيت الأبيض حتى الآن رآه محللون خطوة هامة جدا في طريق وقف الحرب، إذ أنها تشكل المزيد من الضغط على بايدن الذي خسر الكثير من شعبيته وهو على بعد أمتار من الانتخابات. إذن لنقاش حول هذا الموضوع رحب الآن بضيفنا مباشرة من واشنطن، ورحب بالدكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن هنا نحن لا نتحدث عن استقالة مسؤول واحد أو اثنين، نتحدث عن 12 مسؤولا، بالتالي هل تعتقد أن هذا الأمر مقلق في الإدارة الأمريكية الحالية؟ بدون شك أن الإدارة الأمريكية منزعجة جدا من هؤلاء ومن القرارات والتصريحات التي أدلى بها على مرور الأشهر الأخيرة، لأن هذه اليوم هذا البيان الذي صدر عنهم كان نتيجة لاجتماع بين كل الذين استقالوا مؤخرا والذين أعلنوا يعني تحدثوا إلى العلن عن استقالتهم، ولكن يبدو أيضا كما فهمت بأن هناك أعداد أخرى من المسؤولين الأمريكيين الذين استقالوا ولكنهم لم يرغبوا في الحديث علنا عن استقالتهم. وهذه فعلا تطورات مثيرة جدا ومخلقة للإدارة الأمريكية، لأنها تأتي من صلب هذه الإدارة، من بين كبار بعضهم من كبار الموظفين في وزارة الخارجية، في وزارة الدفاع، في وكالة الغوث الأمريكية، وفي يعني دوائر حكومية أخرى. وهناك طبعا كانت هناك عدة رسائل وعدة احتجاجات واعتراضات على السياسة الأمريكية وجهت عبر عرائض إلى وزير الخارجية الأمريكية، كما وجهت أيضا أمور مماثلة من عدد من الشباب العاملين في البيت الأبيض الذين اعترضوا، وبعضهم طبعا معظمهم كانوا من الشباب الذين أيضا اعترضوا على السياسة. هناك عدد من الضباط حتى الأمريكيين في ومن بينهم من بين المستقلين 12 الذين وقعوا على هذا البيان المشترك ضابط كبير في وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية. هذه كلها تبعت برسالة بأن هناك غضب وعدم ارتياح لدى عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين. ولكن طالما أن هذا النوع من الاستقالات ليس الأول يعني من نوعه، يعني طبعا شهدنا مثل هذه الاستقالات في الأشهر الماضية وقبل فترة، هل يمكن أن نقول أن الإدارة الأمريكية الحالية تجاهلت موظفيها بكل بساطة هنا؟ هل يشعر هؤلاء الموظفون أنه يتم تجاهلهم؟
فعلا حاولت الإدارة أن تتلاعب بالمعلومات إلى حد ما، وهذه إحدى النقاط التي أثارها البيان المشترك لهؤلاء الأشخاص الذين قالوا بأن الإدارة لم تلتزم بالقوانين الأمريكية. وأن ذكر أحدهم الذي كان يعمل في وكالة الغوث، أيضا وكالة الغوث الأمريكية، بأن الحكومة الأمريكية حتى تلاعبت بتقرير، أو المسؤولين في تلك الوكالة تلاعبوا بتقرير حول ما تقوم به إسرائيل وحول الوضع الإنساني في غزة، وأيضا بأنهم لم يلتزموا بالقوانين الأمريكية. مثلا أحد كبار المسؤولين، وهو كان المسؤول عن المكتب السياسي والعسكري في وزارة الخارجية واسمه جوش بول، كان قد كتب بأن الإدارة الأمريكية لا تلتزم بالقوانين التي تقول أنه إذا كانت هناك انتهاكات ضد المدنيين فيجب وقف إرسال الأسلحة الأمريكية. وهذه النقطة الآن هي من بين النقاط الرئيسية في البيان المشترك، حيث طالب هؤلاء الإدارة الأمريكية بالالتزام بالقانون، وأنه يجب إعادة النظر في طريقة العمل في مثل هذه الظروف، وذلك أن تكون هناك قوانين واضحة وصارمة بحيث أنه لا يتم التلاعب بها. ودعا هؤلاء أيضا موظفين وآخرين أصدقائهم في الدوائر المختلفة إلى التعبير عن حقهم في بإبداء رأيهم حول ما يجري، وأن هذا قد يكون في خدمة الولايات المتحدة، لأنهم كما قالوا فإن ما فعلته الإدارة لا يخدم المصالح الأمريكية ولا يخدم سمعة ومصداقية أمريكا. في المقابل هناك أصوات أخرى ربما تنتقد حتى هؤلاء الموظفين، وتقول أن هؤلاء الموظفين يبالغون بعض الشيء، لأنهم يعني عندما يقولون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل دعما أعمى، يعني بالتالي ماذا يتوقعون؟ في الأخير إسرائيل هي حليفة للولايات المتحدة منذ زمن طويل، فبالتالي ما يقولون هو يعني ليس منطقيا، يعني أن ربما تهاجم الولايات المتحدة إسرائيل، أن تتخلى الولايات المتحدة عن إسرائيل، هذا بعيد عن الواقع، يعني فماذا تعلق على ذلك؟ هم الذي ما يقوله هؤلاء هو أنهم هم الذين يلتزموا بالدستور الأمريكي، هم الذين يلتزموا بالقيم التي يجب أن يلتزم بها المسؤولون الأمريكيون، بينما الآخرون يقومون بانتهاك القوانين الأمريكية. هناك قوانين أمريكية وضعت وواضحة ويجب اتباعها، ولكن هم يتهموا الإدارة بأنها فشلت في اتباع هذه القوانين، لا بل أنها قامت بعمل متعمد لتجاهل هذه القوانين، وبالتالي فإن عليها أن تعيد النظر. ولذلك طالبوا بإعادة تقليل العمل بكل هذه القوانين والنظر فيها، والنظر أيضا في طريقة تنفيذها، لأنهم كما يقولوا أنه إذا لم ننفذ القوانين الموجودة والمكتوبة حتى الآن فإن هذا يعني أننا لا نحترم الدستور الأمريكي ولا نحترم القيم التي قام عليها هذا نعم. الدستور، وبالتالي فإن هذا تحدي كبير للإدارة الأمريكية. نعم، إذا اعتبرنا أن الإدارة الحالية ستقوم بتعويض هؤلاء المستقيلين، بالتالي هل تعتبر أن خياراتها القادمة ستكون على أشخاص لا يسببون لها إزعاجا في المستقبل ربما؟ فعلا هذا سؤال مهم، واعتقد اننا بدانا نرى مثل هذا التحرك، ليس فقط من هذه الاداره بل حتى من ادارات سابقه، عندما مثلا اعترض احد كبار السفراء الامريكيين، ابرز السفراء الامريكيين، على قرار وزير الخارجيه، ورفض أن يتبع ما طلبه وزير الخارجية، لأنه قال بأن ما يفعله وزير الخارجية كان انتهاكا للقانون الأمريكي، فإنه عندئذ بعد إعادته إلى واشنطن لم يتم إرساله إلى أي سفارة أخرى بعد ذلك. وهذا يظهر بأنه هذه الطريقة في التعامل مع الناقدين كانت موجودة، ولكنها الآن هي أقوى بكثير مما كانت في السابق. يعني تعتبرها متوقعة هنا، والولايات المتحدة ستسير في هذا النهج في الأخير يعني. طبعا سنرى كيف ستتعامل الإدارات القادمة، وذلك لأنه إذا رأينا ضغط شعبي فإننا قد نرى تغيير، وإذا رأينا استقالات جديدة أيضا فهذه ستترك تداعياتها. ولكن
إلى أن نرى ذلك يجب أن نرى الأفعال قبل أن نقول واضح. بأننا فعلا بدأنا نرى تغيير حقيقي. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من واشنطن، دكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، شكرا جزيلا.